يكرسون فيها جهدهم ووقتهم، ومن تلك الهوايات هواية جمع الآثار والعملات القديمة التي يزيد عمرها عن مئات السنين. الزميل سيف الكندي التقى بأحد هؤلاء الهواة وهو المهندس حارث الخروصي من ولاية العوابي، فلنتابع. أكثر من 3000 من القطع الأثرية والنادرة والصخور التي تم جمعها من البيئة العمانية والأحجار الكريمة المنتشرة في أودية عمان وسهولها، قام بتجميعها عدد من أبناء ولاية العوابي استهوتهم العملات والمقتنيات الأثرية بشغف ليس له مثيل، فأعادوا لها بريقها ورونقها الجذاب. المجموعة النادرة تحتوي على ما يقرب من 1500 قطعة نقدية أثرية تنوعت بين الفضية والنحاسية والبرونزية، ومعظمها استخدم في عمان في عصور مختلفة، وبعضا من هذه القطع نادرة جدا يكشف جامعوها النقاب عنها لأول مرة، مثل هذه العملة التي يعتقد أنها تعود للإمبراطور خسرو الثاني إمبراطور فارس المعروف بكسرى. اليوم جزاكم خير، يا حياك الله، مرحبا فيك ورحمة المشاهدين الكرام، حياك الله. حارث بن سيف الخروصي من أهالي ولاية العوابي، نرحب بك معنا هنا ومن أمام حصن العوابي تحديدا، حياك الله معنا. حياك الله سيف، ونرحب بك ونرحب بالمشاهدين الكرام. حارث، أنت من هواة جمع العملات المعدنية الأثرية وتحديدا الكثير أيضا من المقتنيات الأثرية الأخرى كالسيوف والرمع، كيف بدأت هذه الهواية لديك؟ والله سيف، بدأت الهواية هذه عندي لما كنت في صغير سن، سوتني هذه الهواية وقمت بجمع الكثير من العملات النقدية، كذلك بالنسبة للمقتنيات الأخرى الأثرية، كذلك بالنسبة للمعادن والصخور والأحافير. نعم. طيب، أنا لاحظ أن النادر في هوايتك هو وجود ما شاء الله كنز من العملات المعدنية قد يزيد إلى 1500 تقريبا. نعم، 1500 قطعة. 1500 قطعة، عدد ليس بالهين. كيف جمعت أو كيف بدأت هواية جمع العملات هذه النقدية النادرة تحديدا؟ بالنسبة لجمع العملات التي هي هواية